السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم، وأهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج مع الناس. هذا البرنامج الذي دائما ونحن نسعى من خلاله إلى مناقشة القضايا ومتابعة المستجدات التي تشهدها الساحة الوطنية اليمنية في كل المحافظات وكذلك في الداخل وفي الخارج. كلما يهم الإنسان اليمني نحن نسعى جاهدين إلى أن نبرزه في هذا البرنامج. اليوم مشاهدينا الكرام سوف نتحدث عن جانب من الجوانب المهمة في حياتنا في ظل الحرب وفي ظل الانهيار الذي تشهده البلاد لكثير من الجوانب الفكرية والإبداعية والثقافية والتراثية، ألا وهو المهرجانات الثقافية التي تشهدها البلاد في كثير من المناطق، المهرجانات وكذلك الاحتفالات التي تحصل أو التي تقام في بعض المناطق، وأهمية هذه الفعاليات وهذه المهرجانات وهذه الاحتفالات في أنها تنعش الناس في ظل هذه الأوضاع التي تشهدها البلاد، أوضاع الحرب. طبعا هناك الجانب الفكري أو الساحة الفكرية أو الجبهة الفكرية والثقافية هي جبهة مهمة، مثلها مثل الجبهة السياسية أو الجبهة العسكرية والجبهة الأمنية. الجبهة الفكرية مهمة جدا حيث أنه يوجد صراع. المشاريع السياسية، كل مشروع سياسي مرتبط بفكر، بثقافة، بإيديولوجيا، بتوجيه، وبالتالي نحن في اليمن في ظل وجود الميليشيا الحوثية لابد من الحفاظ على الهوية وعلى اللون وعلى الصورة وعلى اللقطة وعلى الفن والأغنية واللون الذي هو يمثل هوية الإنسان اليمني في جميع المحافظات. الميليشيا الإنقلابية تريد أن تبرز ألوانا فكرية، مستوى الجانب الثقافي فيها متدني، تميل إلى تقديس عبد الملك الحوثي وإلى يعني الولاية والغدير وغير ذلك من الخرافات، وهذا يعني شرخ يحدث في الجانب الفكري والثقافي. حول هذا الموضوع وحول المهرجانات والفعاليات الثقافية التي تقام في كثير من المناطق والمديريات مثل ما حدث مؤخرا في يافع، نتابع هذا التقرير ثم نعود. عندما نتحدث عن الموروث الثقافي فنحن لا نتحدث عن رقصة معينة أو زي شعبي أو موسيقى شعبية بحد ذاتها، بل نتحدث عن عدد لا متناه من الثقافات المتعددة التي اتحدت كلها لتكون موروثا ثقافيا متنوعا في بلادنا. هذا الثراء الكبير في الموروث الشعبي والتاريخي شكل نقطة تحول على بناء الشخصية اليمنية وانعكس بشكل كبير على التعايش السلمي داخل المجتمع ككل. التفوق بالموروث الثقافي جعل كثيرا من المحافظات في بلادنا تخصص أياما لإحياء التراث الخاص بها، فمن مهرجان الهجن في تهامة غرب البلاد مرورا بمهرجان القارة بيافع ومهرجان قلعة القاهرة بتعز وصولا إلى مهرجان المهرة للموروث الشعبي شرقا، توجد الكثير من المهرجانات في الكثير من المحافظات اليمنية للحفاظ على هذا الموروث الكبير. هذه المهرجانات الشعبية التي تقدم تنوعا كبيرا من الفنون الغنائية والرقصات الشعبية وتقدم أطباقا متنوعة من الأكلات، ناهيك عن الأزياء الشعبية الجميلة، ما يجعل الزائرين لهذه المهرجانات يعيشون لحظات جميلة ممزوجة بالحنين لتراثنا الأصيل المملوء بالسلام، وتخرج المواطنين من متاعب الحياة وهموم الحروب التي أثقلت كاهل المواطن ليتعرف على الجانب المشرق من حضارة بلادنا. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، بعد أن تابعنا هذا التقرير المميز والرائع الذي يتحدث حول الألوان الثقافية والرقصات والبرعات والألوان المختلفة في الفعاليات التي تقوم في بلادنا وأهميتها وكيف أنها تمثل هوية وثقافة. طيب، يكون معنا عبر الهاتف الأستاذ إبراهيم الصالح مدير التشاريف الإعلامية. مرحبا أستاذ إبراهيم الصالح، مساء الخير. مرحبا بك زميلي قسان وكذلك السادة المتابعين والمشاهدين لقناتكم المفضلة. أهلا وسهلا فيك أستاذ إبراهيم الصالح، شرف كبير أن تكون معنا في هذا البرنامج. في الحقيقة لاحظنا خلال هذه الفترة الأخيرة نشاط كبير وتسارع في الفعاليات وفي المهرجانات
وفي الزيارات والاحتفالات بمناسبة الأعياد، وشاهدنا توجه كبير في المجتمع، وبالتالي ما هي الأهمية التي تحملها هذه الفعاليات وما هي رمزيتها في الحفاظ على الهوية في ظل أن البلد تشهد صراع فكري وثقافي وتراثي وحضاري موازي للخلاف والصراع السياسي؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، أحيي السادة المشاهدين مجددا. بالنسبة لهذه المهرجانات من شأنها أن تسهم أو وهي تدل بكل الأحوال على الأمن والاستقرار في هذه الأماكن التي تقام فيها هذه المهرجانات في كل ربع الوطن. هذا على مسار. أما المسار الآخر فهذه المهرجانات تسهم بشكل أو بآخر في التعبير عن هوية الإنسان في كل المناطق التي تقام فيها، وايضا هي تعبر عن الانسان وعن تطلعاته وعن مشاكله وعن همومه وعن ايضا افراحه واتراحه، وايضا التنوع الذي يقدم بهذه المهرجانات ربما يشكل هنا الاختلاف من مكان الى اخر، ماذا يمكن للانسان ان يصنع او ان يقدم في ظل المجتمع الذي يعيش فيه، وايضا من هي الاشياء التي يفاخر فيها. وهذه العادات ليست وليدة اليوم، إنما هي من زمن طويل. ربما هنا في يافا إذا تحدثنا عن هذه المهرجانات التراثية فهي تمتد إلى مئات السنين، وليست وربما كانت على ربما نقول على انتشار واسع. لم نكن نعرف هذه المهرجانات في الأماكن المحدودة اليوم، كانت تقام في كل أقطاع يافع وكان لها مدلولات سياسية وفكرية وثقافية واجتماعية. يا رسائل، يعني تقصد رسائل في عدة اتجاهات. نعم نعم. طيب، في موضوع المهرجانات هذه التي تقام في يافع، في مهرجانات تقام رابع العيد، في مهرجانات تقام تاسع العيد، يعني كيف أتت الفكرة وكيف يحصل هذا التنسيق بين المناطق المختلفة، ولماذا بالتحديد أنتم في مهرجان القارة اخترتم توقيت معين وفي لبعوس ربما والمفلحي توقيت معين؟ كيف أتى هذا التنسيق وكيف أتت هذه المصفوفة في ترتيب هذه الفعاليات؟ أولا بالنسبة لكيف أتت هذه الأعياد، أولا هي تأتي بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك سنويا، وبيافع هذا العيد يسمى بالعيد الكبير ولا يسمى بالعيد الأضحى، لأنه تقام به الكثير من الاحتفالات على امتداد مناطق يافع، ليست ما ذكرت فقط بل تمتد إلى داخل القبائل وداخل العزل وداخل القرى نفسها. هذا بالنسبة لكيف تقام أو متى تقام. أما لماذا أقيمت فهذه تعود إلى مآثر وشواهد تاريخية. كان الصراع الذي امتد بين أبناء قبيلة يافع مع الزيود يمتد على في هذا، وربما سجلوا الانتصارات الأولى مع تقصد مع الإمامة. لا أنا أتحدث يعني بكل صراحة أخي العزيز، ولو كان لكم توجهات سياسية لا نريد أن نتحفظ عليها بشكل، نحن نسميها هنا المد الزيدي بشكل واضح، لا نتكلم عن الإمامة لأن الإمامة عمر الدولة الإمامية ليست في عمر الدولة الزيدية. طيب الألوان الفنية نعم. فالمهم من كل هذا بأن هذه الاحتفالات هي احتفالات بالطابع العسكري، كان لاستعراض القوة اليافعية التي تمتد في كل مناطق يافع، إضافة إلى رواية أخرى بأنها احتفاء بالانتصارات التي تسجل. فمثلا حينما تقام الاحتفالات تقدم البرعة الأولى يقولون لصاحب حبة، وهذه قصة تاريخية لهذا الرجل المقدام الجهم الذي سجل أول انتصار في منطقة الخلقة، وتتالت بعد ذلك هذه الاحتفاءات فامتدت في كل ربوع يافع، فاستعرضت قلنا القطاع العسكري أو الجانب العسكري ليافع كقبيلة، كذلك الانتصارات التي سجلتها في حروبها. طيب، أتحدث معك حول الألوان الفنية والثقافية التي تشهدها هذه المهرجانات، يعني ما هي هذه الألوان؟ وهل هي ألوان فقط تختص بأبناء المنطقة أم أنه هي عابرة لحدود المنطقة؟
هل تقصد الألوان الرقصات الشعبية؟ أي الرقصات الشعبية، التراث، المقتنيات، البرعة، الغناء، الدان، الألحان. بالنسبة لهذا فالرقصات الشعبية هنا في يافا منتشرة على امتداد النطاق الجغرافي ليافا. فيافا غنية بالرقصات الشعبية التي سميت معظمها بأسماء القبائل افتخارا، وكل قبيلة كانت تجعل لنفسها رقصة معينة حتى تفاخر بها بين القبائل الممتدة على النطاق الجغرافي ليافا. لكن أيضا هناك رقصة مشهورة في يافا هي البرع، الذي أو المعروف لدى الجميع، ربما كلنا نشاهد هذه البرعة في كل مناطق يافع، وهي برعة مشهورة التي تمتد من الأربعة الذين يشاركون بها أربعة رقصات وصولا إلى 24 وأكثر. وهذه الرقصة هي رقصة عسكرية بحتة، إضافة إلى الإيقاع، الإيقاع التي تتميز به. لكن على أيضا هناك رقصات مختلفة ورقصات سميت كما قلنا بأسماء القبائل وهي حصرية ربما، ولا نريد أن نتكلم أو نتحدث بهذا المجال لحساسية الموضوع لعدم استيعابنا لكل الرقصات المنتشرة بيافا. أما بالنسبة للجانب الآخر وهو جانب القطع الأثرية أو الموروث المتاح، فيافع شاهدة على التاريخ، امتدادها الزائر اليافع يجد بأن يافع هي متحف حي على الأرض في بيوتها وعمرانها في زيها التقليدي المنتشر في البيوت والخناجر، وكذلك حتى في طقوس الأعراس والأعياد لا زالت هذه منتشرة، هذه العادات التراثية. فقطع الأثرية تنتشر في بعض الأماكن ربما خصصت لها، كانت تظهر في المهرجانات السابقة، أما اليوم لم نرى لها ذلك الوجود وذلك الزخم إلا في مهرجان القاهرة الذي أتحفون المنظمون بعرضها بشكل جميل، وأيضا أضافوا إلى ذلك عددا من الأركان التي تعبر عن الإنسان. مثلا بعض الأركان اختصت في الصيدلية اليافعية، كيف كان الإنسان اليافعي قبل ظهور المستشفيات أو المشافي والعيادات والمراكز الصحية، كيف كان يداوي نفسه؟ فكان أحد الأركان. كذلك كانت هناك أركان بالنسبة للمقتنيات الأثرية، وأيضا قسما آخر للزراعية، وآخر عرض مجموعة من الكتب التاريخية اليافع، إضافة إلى الوصلات الغنائية. فاللون الغنائي اليافعي أيضا يعد من التراث المتمكن في بلادنا، وهو من الألوان الفريدة. وربما نقول إذا قلنا بأن هناك ألوان غنائية مظلومة أو ربما لم يعطى لها المجال بأن تكون كالألوان الغنائية الأخرى، فاللون الغنائي اليافعي هو الذي هضم، ولا ندري ما هي الأسباب، لكن هضم هذا. ونحن أصحاب السبق، فيحيى عمر هو الأول من بدأ بهذا المضمار وبهذا المجال، ولا نعرف شاعرا كان في مستواه أو في مرحلته التي كانت قبل 200 سنة. كل الألوان الغنائية المنتشرة في عموم البلاد لا تصل إلى ما وصلت إليه القصيدة، لأن القصيدة كانت تعبر عن حال الناس في يافع منذ زمن، وهذه القصيدة والشعر الذي انتشر في ذلك الزمن ما زال مدونا حتى اليوم، وهو الذي حفظ الكثير من تاريخ ومآثر الأبطال وتاريخ شكرا لك. شكرا جزيلا لك الأستاذ إبراهيم الصالح، شكرا لك على هذا الطرح وعلى هذا التوضيح الكافي والشافي. كان معنا الأستاذ إبراهيم الصالح والإعلامي مدير تشاريف الإعلامية، شكرا جزيلا لك. ينضم إلينا عبر الهاتف من يافع الأستاذ والإعلامي صلاح القعشمي، الشخصية السياسية والإعلامية المعروفة. مرحبا أستاذ صلاح القعشمي، مساء الخير. شباب الأستاذ صلاح القعشمي معنا، مساء الخير أستاذ صلاح القعشمي، مساء الخير. أستاذ صلاح القعشمي مساء الخير، هل تسمعني؟ طيب أستاذ صلاح القعشمي هل تسمعني؟ مساء الخير. طيب أوكي، لا راح الخط، خلاص تابعوا براحتكم او اعطونا المتصل الثاني على اقل من مالكم. طيب
هذه المهرجانات التي مثلا أقيمت فيها فحقيقة شاهدنا ألوان رائعة جدا، لكن أنا من خلال هدفي من هذه الحلقة أن نحن نتحدث حول أو ما أرمز إليه أو أريد أن أتطرق إليه وأدفع به إلى يعني واجهة الحلقة هي المهرجانات الثقافية والاحتفالات. مثلا في عسيلان يقام مهرجان سنوي تقريبا رائع جدا جدا، من أفضل الفعاليات، تدريب على الرماية تقريبا، في سباق للأشخاص، في سباق الخيول، في سباق الهجن، في فعاليات تراثية وتاريخية وقبلية. وحقيقة منطقة عسيلان اللي هي منطقة جبلية صحراوية وفيها أنهار وفيها خضراء، منطقة يعني عكست طبيعتها على الإنسان وعاداته وتقاليده. في مأرب نفس الحكاية، توجد هناك احتفالات وفعاليات وهجن وشعر وشعراء وإبداع في كثير من الجوانب الثقافية. في تعز نفس الحكاية، حتى في فعالية حول موضوع المشاقر يعني تابعناها هنا في قناة عدن الفضائية. في كل المناطق هذه الثقافات وهذه الفعاليات هي نوع من أنواع المقاومة، هي نوع من أنواع البقاء، من أنواع الصمود في ظل هذا النصف الحوثي للهوية وللثقافة. طيب، يكون معنا عبر الهاتف الأستاذ والإعلامي صالح شنظور، رئيس منصة حمير. مرحبا أستاذ صالح، مساء الخير. مساء النور عزيزي، الله يحفظك. أهلا وسهلا فيك، والمعذرة إن كان هناك في عدم دقة بالتوصيف في موضوع رئيس منصة حمير إن صح التعبير. مدير منصة حمير أو رئيس الأمور طيبة. لا شيء، أهلا وسهلا فيك. طيب، أهلا وسهلا فيك، شرف كبير أن تكون معنا في هذه الحلقة، ونحن تابعنا حقيقة الإبداع الكبير والرائع الذي يعني كان في المهرجانات في يافع، وكانت البداية من قارة السلطان بن عفيف، وبالتالي السؤال لماذا القارة؟ عزيزي، بالنسبة للقارة، هل في صوت شباب؟ أنا لا أسمع صوت. هي مسؤولية نضال بالنسبة لأبناء يافع في البدء ضد القاسميين. انطلقت الثورة في يافع ضد القاسميين من تلك المناطق، كانت معقل للدولة القاسمية، ومن هذا المكان انبثقت الثورة ضد القاسميين في أم اليمن. من قبلها طيب استاذ صالح، اوكي استاذ صالح، شوف احيانا يطلع الصوت ممتاز جدا واحيانا يختفي. انا اريد ان اسالك حول يعني موضوع المهرجان، كيف كان الاعداد، كيف كان الترتيب، كيف تحقق هذا النجاح، من الذي خطط، كم الفتره الذي اشتغلتم فيها، من شركائكم في هذا العمل الرائع والمشرف؟ شباب، انا لا اسمع استاذ صالح شنظور. استاذ صالح تسمعني؟ ايوه اسمع جيدا، انت تسمعني؟ انا اسمعك الان جيدا. كان سؤالي حول موضوع كيف تحقق هذا النجاح. المساله مساله مهرجان القارة التراثي، هو المهرجان الخامس، كان تاريخيا لكن في فتره طيب شباب، حاولوا الاتصال بالاستاذ صالح وحاولوا نبهوه انه ياخذ مكان او موقع بحيث انه يكون الاتصال كويس باذن الله. طيب، معنا عبر الهاتف الاستاذ صالح الغاشمي. الاستاذ صالح الغاشمي، الشخصيه السياسيه والاعلاميه، مساء الخير. مساء النور اخي، اهلا وسهلا فيك، وانت معنا في هذا البرنامج مع الناس، ونحن نتحدث حول الفعاليات الثقافيه التي تشهدها بلادنا، وعلى وجه التحديد الفعاليات والاحتفالات والمناسبات والزيارات التي تشهدها مناطق يافع. ما هي البرامج التي نفذت والتي ستقام عندكم في منطقه يافع؟ حياكم الله، شكرا جزيلا اولا لهذه التغطيه الاعلاميه من قبل قناه عدن الفضائيه، التغطيه الاعلاميه الممتازه لمهرجان يافع للموروث الشعبي. اخي، حقيقه كما علمتم او سمعتم
نحن اليوم كنا في منطقة بين المحاول والتي في الوسطى والتي يتواصل فيها فعاليات مهرجان يافا للموروث الشعبي السنوي. فكانت اليوم الفعالية في منطقة بين المحاور، وطبعا مهرجان يافا للموروث الشعبي كان قد بدأ صباح أمس في منطقة الهجر من جرية البعوث يافا، وكانت الفعالية كما خطط لها وكانت أفضل من ما خطط لها. سيكون يوم غدا اليوم الثالث في منطقة الغضاعي بمديرية المرعي، وهو آخر أيام فعاليات مهرجان يافا للموروث الشعبي. طيب لا يعني من الواضح أنه في حضور، يعني مهرجان في القارة، مهرجان في الهجر، اليوم تتحدث عن مهرجان في الموسطة حضره الشخصية القبلية المعروفة الشيخ عبد الرب النقيب، وتتحدث غدا عن مهرجان في المفلحي والزخم والحضور بشكل ملفت. وبالتالي ماذا يعني هذه المهرجانات؟ لماذا يحضرها أبناء اليافع بهذه الكثافة ويحرصون على التواجد فيها؟ حقيقة أولا هذا عزيزي موروث شعبي تورثه الأبناء عن الآباء والأجداد منذ مئات السنين، وسنويا يقام 9 أيام عيد الأضحى المبارك أول يوم من فعاليات مهرجان يافع السنوي الشعبي للموروث. فالكل مرتبط بهذه الفعالية ارتباط وثيق للحفاظ على هذا الموروث الشعبي، باعتبار أنه من لا ماضي له لا حاضر له. فالناس تنطلق لأنها مرتبة، ولأن طريقة الزوامل أو دخول الزوامل الشعبية مرتبة قبليا، كل قرية عارفة مكانها وعارفة موقعها، ويجب أن تحافظ على هذا الموقع أو المكانة التي هي فيها وتأخذ مكانها في هذا المهرجان، ويكون أيضا وتحافظ على حضورها المستمر في هذه الفعالية. فهذا المهرجانات العيدية للموروث الشعبي اليافعي الناس ارتبطوا فيه ارتباط وثيق لا انفصام فيه، ليست يعني دعوة يعني مزاجية أو دعوة للحضور يعني مناسبة معينة أو يعني جازئة أو عابرة، ولكنها يعني ثابتة بتاريخ محدد وبيوم بأيام محددة لا خلاف حولها، ولم يتم تأجيلها من يوم إلى آخر. فالزخم الجماهيري هذا نتيجة أيضا لزيادة أيضا الوعي لدى الشباب، زيادة الوعي لدى الشباب أنه لابد من الحفاظ على هذا الموروث الشعبي. وكما شاهدتم يعني نقلت يعني بعض يعني وسائل الإعلام هناك يعني أطفال في شاركوا في هذه الفعاليات ببرعتهم الشعبية، البرعة اليافعية المشهورة، فكانوا يعني شكلوا لوحة جمالية كرنفالية شعبية تحافظ على الموروث الشعبي. طيب. نحن في أمان طالما، وأيضا الآن هناك يعني مشاركة من الشباب والأطفال الصغار. طيب يعني لو تحدثنا حول الاحتفال في منطقة الهجر، من أين تبدأ الزوامل تنطلق ولا أين تصل وكيف يتم خروجها وأين تستعرض البرعة وكذلك الأبيات الشعرية؟ ما فهمت. سألتك من أين تنطلق الزوامل، من أين تبدأ وإلى أين تصل، كيف يتم خروجها، وهل هناك في مجال معين تأخذ فيه مدة معينة يبرع البراعون ثم يؤدون قصائدهم ويخرجون، كيف يتم العملية؟ الانطلاق الزوامل هي منذ الصباح الباكر، كل قرية تنطلق من 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 كل قرية تنطلق من مكان محدد في القرية في قريتها الفلانية، فينطلق هذا الزامل ليرتبط بزامل آخر، ويكون هناك الأول والثاني والثالث، من يتقدم ومن يكون الثاني ومن يكون الثالث، الترتيب يكون مستمر. فانطلقت من القرى باتجاه صوب ساحة المهرجان ومرت أمام المنصة وتعبر يعني عن لسان حالها ماذا يقول، تعبر عن آرائها ما يجي في نفسها سواء كان بالجانب السياسي أو القبلي أو المشاريع. جميل. فاعتادت يعني من هذه الجانب السياسي هو يعني من يعني من عشرات السنين أو من 40 سنة، فلم يكن يعني من سابق، كانت طيب. زوامل شعبية أخرى طيب. لكن الآن زوامل قبلية بحثة، زوامل دينية، زوامل يعني
تهم الدين، كانت يعني لكن الان تهم يعني كان اكثر اكثر شيء الاشياء تهم يعني ما تكون يعني في الجانب الاخرى. طيب فيدخلوا فيها الجانب السياسي والمطالب الشعبيه والسياسه والى ما ذلك، فتنطلق هذه الجوامل لن يقدم احد على احد حتى وصول المنصه. فليست يعني فتره محدده او يعني هناك لدخول الزامل الذي تتقدمه لفرقه البرع الشعبي وقت محدد، هي لا تقل عن 5 دقائق 7 دقائق فينتهي. فطبعا هم لابد هم يعملوا احتياط للزامل الذي خلفه منه، لابد ان ياخذ مكانه وياخذ مجاله ويستعرض ايضا برعته وزامله. شكرا جزيلا لك الأستاذ والإعلامي والشخصية السياسية المعروفة صلاح القعشمي، كنت معنا من يافع، شكرا جزيلا لك. حقيقة كان التنظيم هذه المرة للمهرجانات في يافع تنظيم رائع وتنظيم جميل جدا، شاهدنا في موضوع القارة وفي الاحتفال في القارة. في مهرجان القارة كان في هناك يعني تجاوز الحدود مهرجان القارة، بحيث أنه يعني كان في فنانين، كان في ملحنين، كان في يعني إعلاميين، كان في شخصيات قادمة إلى الـ 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 الاحتفال هذا. بالنسبة للموضوع الاحتفال في الهجر لبعوس، نجاح متميز ومحفل تحضره كل أبناء يافع، لأنه في هناك خبرة وفي تمرس والناس اعتادت على الحضور وفي كثافة سكانية، ساعد الموضوع أنه في مساحة واسعة يتحركون الناس فيها، فهنيئا لكم هذه النجاحة. طيب في تقرير أعده الزبلاء، نذهب لمتابعة هذا التقرير مشاهدين الكرام ثم نعود. ترتفع قلعة القارة في يافع على قمة جبل يحمل ذات الاسم ويحمل تاريخا تليدا وعريق، منها ارتفع صوت المنادي مناديا بمهرجان القارة التراثي، صوت ارتد صداه من جبل إلى آخر ونبرة كأنها من التاريخ آتية. يا ابن يافع يا ابن يا ابن حمير حمير، مهرجان القارة بانتظاركم، مهرجان القارة رابع العيد في انتظاركم. في منتصف يوم حافل ومشهود تزاحمت الوجوه من داخل يافع وخارجها، تحثها خطى متسارعة نحو قمة قلعة القارة، تلك القلعة التي كتبت التاريخ وفي الحاضر يشهد عمرانها ومكانها ومهرجانها عليه. كان الناس والجبل والقلعة على موعد مع مهرجان القارة التراثي، والذي جسد تفاصيل مهمة من تاريخ يافع وموروثها، وساحة مفتوحة عرضت فيها ملامح من حياة يافع قديما، مقتنيات وأدوات وأسلحة ومخطوطات وأزياء وحتى نباتات وأكلات، كل شيء جسد الحياة اليافعية قديما، عاشه حضور المهرجان واقعا مشهودا. شهد المهرجان عروضا فنية ومعروضات تراثية لمست شغف عامة حضوره قبل ضيوفه لمعرفة الكثير من الإرث الزاخر الذي تحظى به يافع، ومن تراثها إلى موروثها وفنونها الشعبية ورقص البرع التي تعرف بتسارع خطواتها وشدة مؤديها وقوة السواعد التي تحمل بنادقها وخناجرها ملوحة بها في الهواء، رقصة كانت فكرتها الأولى عسكرية، جسدت في أدائها همة اليافعي وقوة بأسه، ومنح شرف أدائه أولا في كل مناسبة لصاحب أول تضحية عسكرية عرفتها يافع في حروبها المشهورة والمعروفة والمشرفة في مقاومة المد الإمامي طوال قرون مضت. إرث مجيد وعريق تحمله مئات القرون وآلاف السنون وأجيال بعدها أجيال، تتوالى الأعوام والراية مرفوعة، وفي مهرجان القارة التراثي كانت بصمة التاريخ حاضرة وشاهدة بكل جوانبه، تراث وموروث، ثقافة وعمارة، يافع الزاخرة بكل شيء، هي بالتاريخ أكثر بروزا وأكثر ثراء. هذه يافع فيها تروى الحكاية عن تاريخ عريق، ويقال الشعر بطلاقة ويدندن الفن بأصوات عذبة، تقول الحكايات في أبهى صفحاتها وصورها وفخرها. هذه البلاد عجيبة وعظيمة لم يجتمع لغيرها كما اجتمع لها، ثراء ورخاء وقوة شكيمة وعزيمة، حكاية ابتدأ فيها مهرجان القارة بزخم الفكرة ومكانة المكان الحاضن له، وانتهى بنجاح التنظيم
ليضاف يومه الباهر إلى أيام يافع الخالدة، حضور كبير وتنظيم يليق بالمكان والمناسبة. هذه يافع على أطرافها المنيعة تدور حرب، وفي داخلها تدب حياة مترفة دؤوبة، كأنما هي أرض في بلاد لا تعرف الحرب ولا معنى الحرب ولا تبعات الحرب. يكتب التاريخ مرة، وفي يافع تكتبه كل مناسبة ألف مرة. أهلا بكم مشاهدين الكرام، بعد متابعة هذا التقرير الرائع جدا الذي كتبه الأستاذ أو الزميل والأستاذ محمد الصلاحي، شكرا للزميل والأستاذ عيسى المرشدي أيضا على هذه القراءة الرائعة. طبعا تقرير وصفي جميل، يعني فيه طرح ممتاز جدا، فلهم كل الشكر والتقدير. طيب يعود معنا عبر الهاتف الأستاذ والزميل صالح شنظور، رئيس منصة حمير. مرحبا أستاذ صالح، مساء الخير. مساء النور عليك عزيزي وعلى كل مشاهدينك. نحن حريصون على أنك تكون متواجد معنا أستاذ صالح. طيب أنا كان انقطع التواصل بيننا أو الاتصال من كيف حققتم هذا النجاح، كيف يعني رتبتم هذه الفقرات، هذه الألوان، يعني هذا الإبداع. شكرا لك أولا، وشكرا لقناة عدن الفضائية على التقرير الجميل، أعظم تقرير يكتب عن مهرجان القارة التراثي. بالنسبة لمهرجان القارة التراثي، هو فكرة، يعني هو يقام هذا المهرجان الخامس الذي أقيم، لكن نحن كلجنة تنظيمية بدأت حكايتنا معه في العام الماضي، كنا في منصة حمير مجرد مغطين لهذا الحدث. هذه المرة قررنا من وقت مبكر أن نرتب للموضوع وأن نكون أكثر من مغطين إعلاميين لهذا الحدث. تواصلنا مع الأخوة في منبر عدن، زميل فواز الحنشي ونجيب محفوظ، وكذلك الزميل ناقش صبري، ولدينا هنا في المنصة أيضا المدير التنفيذي أحمد صالح. كتبنا الفكرة وكتبنا دراسة حول المهرجان، قيمنا المهرجانات السابقة، رأينا بعض الأخطاء، وأردنا أن نضيف بعض الفقرات وأن نأتي بضيف فني لهذا المهرجان، من أجل أن تكون رسالة المهرجان أكبر من إطار وأن يخرج إلى الملأ والجميع يعني. فكان يعني وضعنا ميزانية لهذا المهرجان، تواصلنا برئيس اللجنة الشيخ محمد غالب العفيفي، ورتبنا وذهبنا إلى الرعاة. كان الراعي الماسي سماء مدينة الخليج العربي الذي رأسها رجل الأعمال وليد السعدي، والراعي الذهبي مدينة أحلام الشرق التي يرأسها الأستاذ رجل الأعمال فتحي المقدحي، وكذلك مجموعة بن شعيلة التي يرأسها حسين بن شعيلة، وكذلك الرعاة البرونزيين شركة بن علوي للصرافة التي عبر الأستاذ صلاح بن علوي، وكذلك مؤسسة العياشي عبر الأستاذ رجل الأعمال محمد العياشي، وكذلك شركة الفنيع التجارية عبر المدير التنفيذي الأستاذ هاشم الفنيع. كانوا هؤلاء هم عماد نجاحنا في المهرجان حقيقة. بلا مال تعرف أستاذ العزيز لا يمكن أن نصنع شيء. تواصلنا مع الفنان عمر ياسين، كان متجاوب معنا وداعم للفكرة، والفنان الشاب عامر اليافعي، بالإضافة إلى الفنان يعني بلبل يافع الأستاذ علي صالح اليافعي. علي صالح اليافعي، نعم. أيوة طيب. نعم. وكذلك الفنانين جدد، يعني نريد أن نبرزهم للساحة، هم موجودين لكن لم يحظوا بفرصة للظهور، مثل الفنان منصور الوعلاني والفنان الشاب ماجد السعدي. طيب. تواصلنا، أتينا إلى القارة، رتبنا الكراسي، كانت عددها كبير، بالإضافة إلى المنصة، الصوتيات، حاولنا أن نأتي بشيء جديد إلى المهرجان. جميل. كان تركيزنا أن يكون هناك في عرض يعني لكل موروث اليافعي عبر 11 ركنا، تعرض الأزياء الصيدلية اليافعية، كيف كانوا أبناء يافع يتداوون قديما يعني الأعشاب الطبية. طيب طيب أستاذ صالح، تمام التفاصيل اللي أنت أوفيت فيها، لكن الفكرة والمضمون، الهوية من كل هذه الأقسام والترتيبات التي تريدون أن تقولونها للعالم. نحن شوف عزيزي، كل مرة تقام المهرجانات داخل يافع منافسة بين مكاتب يافع. جميل. تمام. هذه المرة قلنا لا، لابد أن نخرج، أن نترك نحن المنافسة بيننا بين أبناء يافع،
وأن نتحد في هذا المهرجان وأن نري العالم ماذا لدينا. يعني أنه في ألوان مختلفة من الثقافات في يافا. أيوة. جميل. ألوان مختلفة من الثقافة. أيضا لابد أن يكون الجوار لابد أن يحتفي بنا. هذا ليس تراث يافي فقط، هذا تراث إنساني لابد أن يحتفي به كل أبناء الوطن، كما نحن نحتفي بالفن الحضرمي بالفن اللحجي. نحن نحب أن نشرح على الفن العدني، نحب أن نرقص أيضا على هذه تلك الألوان الغنائية. أيضا الجميع لابد أن يشاركنا اللون الغنائي وأن يعم أرجاء المنطقة. نعم. ربما لن تجد أغنية أقدم من أغاني يحيى عمر. طيب. عمرها ما يزيد عن 400 عام. طيب. لذلك لابد أن يكون هذا اللون الغنائي زاخر وموجود وله حضور وقوة. طيب طيب يعني تتكلم أنه أنتم في يافع، جزء من يافع جزء من محافظة أبين، وجزء آخر من يافع جزء من محافظة لحج، وبالتالي كيف يعني نسخر الألوان الثقافية لربط النسيج الاجتماعي بالمحافظة؟ حقيقة بالنسبة لهذه التقسيمات الإدارية أستاذ عزيز، شوف يافع نحن نعيش عالم آخر. ربما نحن أنا في البطاقة لدي محافظة أبين، لكن لا يوجد انتماء يعني حقيقي، لأن لا ذلك الانتماء لابد أن تكرسه مشاريع، أن تشاهد حضور للمحافظ، أن تشاهد مشاريع تقام على الأقل يعني على الجانب الشبابي. يعني نحن منذ أن رأيت الدنيا ووعيت عليها لم أجد في مديرية رصد دوري رياضي يكون برعاية الشباب والرياضة في المحافظة. أنا كإعلامي لم أجد مكتب الإعلام في المحافظة يقوم بأي نشاط ثقافي فني داخل المديرية، كذلك في مكتب الثقافة. طيب طيب. لا يوجد لأي دور للدولة في هذا الجانب، فكل الدور كان دور قبلي. طيب طيب يا أستاذ صالح، هل وجهتم دعوة أنتم للمحافظ أو لمدير مكتب الثقافة مثلا، أو هل مثلا في فترات قادمة مثلا لكم رؤية لتطوير البرنامج؟ حتى في ناس تتحدث عن ترميمات في المباني والحصون في 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 قلعة القارة، وبالتالي في القارة السادس، مهرجان القارة السادس الذي بإذن الله سوف نحضره جميعا بإذن الله، ما هي التطويرات التي ستحصل؟ بالنسبة لمهرجان القارة السادس بإذن الله، إذا كنا نحن اللجنة المنظمة سنعمل على أخذ الملاحظات كلها بعين الاعتبار، التي لأن حصل هذا المهرجان عمل نثرة، يعني نثرة من الملاحظات، نثرة من الانتقادات، كان مهرجان نوعي وللمرة الأولى يحصل في يافع، فلذلك كان بالمقابل زخم الانتقاد كثيف بحيث كثافة هذا الحدث. فنحن حريصون على ان على الجوانب الجماليه للقاره. جميل. مثلا الاضاءات، ان تتلون القلعه الحجريه. بالنسبه للمباني، المباني هناك لها ملاك وامرها يطول، لابد من الجلوس، لابد من قصر، لابد من موافقه، لابد من تسويه، لابد من موافقه واعطاء نوع من يعني هم ملاك فيها. المالك ما زال يملك مفتاح بيته، يعني مش معقول انك تاخذ البيت ترممه وهو ما زال يملكه. موضوع الطريق، يعني انت يعني ابن المهنه وتعرف كيف يمر الوقت على في وقت الحوار، وبالتالي احدثك عن موضوع الطريق. انا تابعت بعض الكتاب والملاحظات انه في موضوع الطريق السيارات تقف على بعد مسافة من مكان المهرجان. نحن حريصون على أن لا يكون هناك ازدحام داخل القلعة. فهناك اللجنة الأمنية ممثلة يعني الحزام الأمني وإدارة الأمن في المديرية، كم تم القرار عدم إدخال السيارات إلى القلعة، يعني جوانب أمنية ممتاز، وأن يأتي الناس عبر البوابة، بوابة القلعة، بوابة قلعة القارة التاريخية، من أجل كنوع من الشعور بذلك الماضي. يعني لابد إذا جاء الواحد إلى القلعة مباشرة بسيارته إيش الفائدة؟ لابد يحس اللي كان يعيشوا أجدادهم وأبائهم في الطلوع في هذا القلعة. طيب أستاذ صالح الشندور رئيس منصة حمير، شكرا جزيلا لك. طيب تابعنا هذا الحوار مع الأستاذ صالح شندور رئيس منصة حمير، وقبل ذلك كان الحديث مع الأستاذ صلاح القعشمي صاحب الخبرة الإعلامية والثقافية والسياسية الكبيرة الذي أدار يعني تقريبا جميع المهرجانات في يافع، وقبل ذلك يعني كان معنا الأستاذ أحمد الصالح. المهرجانات هذه هي عبارة عن مناسبات تهب الناس إليها من جميع المناطق، ولكن المهرجانات في يافع، في لحج، في عدن، في تعز، في أبين، في أي مأرب، في الجوف، هي مهمة جدا لجمع الناس على يعني هوية واحدة
تقاوم هذا المد الحوثي الفارسي ومحاولة يعني عزف وخدش الهوية اليمنية. مهم جدا أن نحافظ على هويتنا، لكن الناس تطمح إلى التطوير. الناس مثلا في فترة من الفترات شاهدت في شبوة مسابقة شبوة الشعرية، الناس تريد أن يكون في تلوين. في شبوة شاهدت وفي حوضة لاحق معرض للكتاب، وبالتالي لابد من أن تكون هناك في أفكار موجودة، في ألوان مختلفة في العمل، بحيث أنه أنت تطور العمل وفعلا كل ما يرغب المتابع أن يتحصل عليه يلقاه موجود في هذا المهرجان. نتمنى التوفيق للجميع، ونتمنى لكل المبدعين ولكل المثقفين ولكل المهتمين في موضوع التراث والحضارة التوفيق والنجاح. طيب، نحن تحدثنا بما فيه الكفاية بهذه الحلقة، ودائما يعني نحن في هذا البرنامج معكم في تناول قضاياكم، ودائما نحن نقول لكم نحن مع الناس. إلى اللقاء.